عسلامة ومرحبا بكم متابعينا في زاد كلاس روم. قاعدين مكملين مع ليبيزود دو كوريكسيون دي زيكزامان في الماتير ماتيماتيك الجبر قدام سيسيون دو كونترول الجبر 2023. دونك عندنا تروز اكزرسيس باش نحاولوا نصلحوهم مع بعض. دونك الاكزرسيس الاول قال لي سوا لو سيستيم اس، عطاني هنا الاس اكواد ايكال، نحاول نعاود نكتبو لهنا كالعاده. كان الدوكيمون هذا مش واضح تلقاوه ليان في الكومنتير يهزكم للجروب فيسبوك زاد كلاس روم، وغادي تلقاو الدوكيمون بالواضح. هاي زي دونك السيستيم عطاني قال لي فيه إيكغيك بلس دو زد إيكالا أ أو كاري، اللينيا الثانية دو إكس بلس إيكغيك إيكالا موانز أن، والتوازيام إيكواسيون موانز إكس بلس زد إيكالا أ. أول سؤال إش قال لي؟ قال لي على فكرة الأ هو سيستيم بارامتر ريال. دونك بريمي كيستيون قال لي دوني لا ماتريس ا دو سيستيم اس. دونك السيستيم هذا نجم نكتبو سو فورم دي ماتريس ايكوتي ماتريسيال اللي هي ماتريس ا. كيفاش باش نكتبها؟ دونك بيسك احنا عندنا تروا فاريابل الاكس والواي والزد، دونك باش نشوف انا لهنا الاكس ما عنديش دونك نفكتيلها زيرو، الواي لهنا موجوده تخش عليها مضروبه فيها ا دونك نفكتيلها ا في الماتريس، الزد قدامي لهنا مضروبه في 2 دونك نفكتيلها 2. نمشي تو للينيا الثانية، عندي الإكس اللي هوني مضروبة في الدو نفكتيلها دو، الجريك موجودة مضروبة في الأن نفكتيلها أن، الزاد الحقيقة لهنا مش موجودة دونك نعطيها زيرو. نجي تو للتوازيام إيكواسيون، الإكس مضروبة في السيني موان تخش عليها مضروبة في السيني موان زان، فوالا باش تعطيه تفكتيلو موان زان، الجريك لهنا نورمالمون مش موجود تفكتيلو زيرو، وعندنا الزاد موجود تخش عليها مضروب فيها أن دونك نفكتيلها أن. هذه هي لاماتريس associé de ce système S. Deuxième question, quel est le déterminant de A? Que peut-on conclure? La réponse déterminant, là, n'est pas marbatnish en une méthode, mais que nous avons, la réponse nous avons trois méthodes différentes. La méthode de l'eau, c'est la méthode de Sarius, puisque elle a une matrice d'ordre 3-3, ou la méthode de Sarius, c'est la méthode de la matrice qui est de dimension 3-3, ou la matrice carrée d'ordre 3, donc nous avons la méthode de Sarius. كيما زادت نجم تخدمها بالميثود هذيك كوفاكتور كوفاكتور، كيما زادت نجم تخدمها بالكولينياريتي دي ليني و دي كولون. شمعنى كولينياريتي؟ يعني تلقاش كومبينيزون اونتر دي ليني و دي كولون. احنا هاد لا ماجوريتي نعرفو الميثود هذيك كوفاكتور، دونك باش نمشي نخرجها بالميثود هذي. دونك ديتيرمينون دو ا كوات ايكال، باش نمشي نخرج مثلا اللينيا الاول الكوفيسيون تاع اللينيا الاول الكل، دونك باش نخرج الزيرو تقعد لي هنا سو ماتريس، باش نخرج الان تقعد لي زاد سو ماتريس، وباش نخرج الدو تقعد لي سو ماتريس اخرى. من بعد باش نمشي نافكتي لي سين تاع لي كوفيسيون، دونك ديما عندنا بار ديفو لي سين هذيا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف انسي دو سويت. هنا نيجاتيف سامح لي، هنا نيجاتيف بوزيتيف، هنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. دونك بويسك انا باش نخرج الكوفيسيون تاع اللينيا الاول، الزيرو بوزيتيف يقعد بوزيتيف، الان هو بوزيتيف اللي يكون قدامه سيني موان باش نفكتيلو سيني موان، الدو بوزيتيف وقدامه بوزيتيف باش يقعد لي بوزيتيف. توا هات نعمر توا انا لي سو ماتريس. كيفاش باش نعمر سو ماتريس؟ دونك انا باش نخرج اللينيا، باش الزيرو موجود في اللينيا الاول في الكولون الاول، نمشي نفسخ اللينيا الاول والكولون الاول اللي يقعد لي هذا، باش نمشي نحطهم في السو ماتريس الأولى هي. دونك وبالتالي تولي لي هنا أن زيرو زيرو إي أن. الأن هذايا دونك دونك سامحني، الأن هذا هو موجود، موجود في اللينيا الأولاني في الكولون الثاني. دونك نشطب اللينيا الأول والكولون الثاني تقعد لي دو زيرو موانز أن أن، ونجي لهنا نكتبها دو زيرو موانز أن إي أن. نكمل مع الكوفيسيون الثالث، الكوفيسيون الثالث اللي هو عندنا دو موجود في اللينيا الأول في الكولون الثالث، الباقي هذا كل باش نمشي نحطو لهون، وبالتالي باش تولي لي تولي لي سو ماتريس هاذي فيها دو أن إي موانز أن زيرو. كالعادة تعرفوا أكيد الناس كل أي حاجة كي نضربها في الزيرو هذي باش تعطينا زيرو، سيبها على بالك باش نقعد نحسبها. دو فوا أن موان زيرو تقعد لي دو، دو فوا موان زان هذي كل باش تعطيني موان دو، هذي زيرو موان موان زان تولي لي زيرو بلس أن تقعد لي أن، أن فوا دو باش تعطيني دو، دونك عندي موان دو بلس دو دونك زيرو، وبالتالي الديتيرمينون تاع الماتريس هذي إيكالا أ زيرو.
حيث نعطيكم لمحة أو فكرة على الكولينياريتي هذه شو معناها. بلغة أخرى تلقاشي كومبينيزون أونتر لي لينيا وإلا لي كولون. أنت اللي هنا كتلاحظ اللينيا أ هذا هو ما هو إلا كومبينيزون تاع لي دو لينيا هذوما. أنت كان تعمل لينيا دو موان وإلا بلوس دو فوا لينيا تروا تلقاه يعطيك اللينيا أ. كي نلقاو هل كومبينيزون هذيا ولا هل ليزون هذيا ما بين لي ليني والا لي كولون، دونك اوتوماتيكمون تنجم تستنتج من هنا انو ديتيرمينون دو ا كيف كيف كان ا زيرو ما غير الطرف تحت منو بحيط. اون باس توا بون هو قال لي كو تو تون كونكليت. دونك احنا لقينا ديتيرمينون دو ا ايجال ا زيرو. نورمالمون تقول له راهي ا ني با انفيرسيبل، فوالا. وهذا يأثر زاد على السيستم، خاطر انت الماتريس هذه خرجها من السيستم هذه، وبالتالي تقول له راه سو سيستم اس اس اي تان سيستم انكومباتيبل، فوالا. جاني من بعد قال لي بور كيل فالور دو ا لو سيستم اس اي كومباتيبل، دونك باش نمشي نلوج انا على ال ا. وبالتالي باش نعمل باش نحل السيستم هذه حتى بالطريقة العادية. شنو هي الطريقة العادية؟ انك تمشي تحل السيستم تاعك. مثلا عاود انا نكتب السيستم تاعي لهنا هوني، هذا ال S إيجالا Y بلس 2Z إيجالا A و كاري 2X بلس Y إيجالا موز A، وعندي موا X بلس Z إيجالا A. دونك باش نحل السيستم بوسكو هو مطلبش مني حتى ميثود، دونك نجم نحلها بأي طريقة أنا تساعدني. مثلا باش نخرج في اللينيا 3 زد، زد أكوا تيكال هي أ، والموا إكس كتولي لها كتولي لي بلوس إكس، دونك هذي تولي كلها زد. كيف كيف الجراد باش نخلي الجراد لهوني إيكال موان زان، والدوز إكس كنجيبها لحكا على اليمين تولي لي موان دوز إكس، دونك هذي إيكال إيكال موان دوز إكس، وهذاك كلها يتنحى وهذا زاد يتنحى. طيب نرجع للليلي دول ونعود الكونتيتي تاع Y ونعود الكونتيتي تاع Z. دونك باش نعود Y اللي هي موانز ان موان 2X بلس 2 زاد، نعودها بالإكسبرسيون تاعها هي A بلس X أكوا تيكال إيكال A كاري. دونك تو نمشي نحي لي بارونتيز، عندي ديفلوبمون لهنا باش ندوبلوبيه، تقعد لي موانز ان موان 2X بلس 2 بلس 2X إيكال A كاري. دونك عندي موان 2x و 2x يطيروا بعضهم، موان 1 بلس 2 هي موان 1 بليتو 1، دونك 2 موان 1 هي 1 إيكال أ أو كاري. دونك أ أو كاري إيكال 1 اش معناها؟ معناها أنو أ نجم تكون 1 و أ نجم تكون موان 1. علاش؟ خاطر كي تبدا احنا عندنا أ أو كاري، هات نعاود أ أو كاري يعطيني 1، وكيف كيف موان 1 أو كاري زاد يعطيني 1. وبالتالي A ال A pour deux valeurs اللي هي 1 et moins 1. Donc ce système est compatible si seulement si A égale à 1 ou bien A égale à moins 1. Quatrième question, قال لي on pose A égale à 1 résoudre ce système. Donc باش نرجع توا نعوض ال A هذيك بال 1 ونحل السيستم من أول وجديد. لأن ال A هنا بال 1، دونك باش نحل السيستم، السيستم هذا يتحل كان بالميثود دو بوتوغوس. دونك وإلا تحل حتى بالطريقة العادية، خاطر علاش؟ خاطر ما تنجمش تحل السيستم هذا لا بكرامير ولا بالميثود دو ماتريس انفيرس، خاطر لا ماتريس اسوسي دو سي سيستم الديتيرمينون تاعها ايجال زيرو. دونك اش باش نعمل؟ نفس الشيء، باش نجي من لينيا 3 ونخرج زيد، زيد ايجال 1 بلس اكس كيما تفهمنا بكري. الجريك كيف كيف باش نخرجها من هنا؟ الجريك هي موان زا موان 2 اكس، ونرجع توا في اللينيا الاول ونعوض الكونتيتي نتاع Y والكونتيتي نتاع Z. دونك اش يعطيني اللينيا الاول؟ دونك موان Z موان 2X بلس 2 فاكتور دو 1 بلس X إيكال 1. دونك اللينيا الاول اش يولي لي؟ اش يعطيني؟ دونك موان Z موان 2X بلس 2 بلس 2X إيكال 1. دونك عندي موان 2X وهنا 2X تقعد ليها غادي 2 موان Z إيكال 1، وبالتالي 1 إيكال 1. فوالا. لا إله إلا محمد رسول الله. احنا شنو حاجتنا؟ طب حاجتنا باش نطلعوا الإكس والجراج والزد. كي جيت نلوج على الإكس هنا، ضاع لي السيستم، ضاع لي الفاريابل جملة الإكس من الكونتيتي هذي، وبالتالي السيستم هذايا باش يتحل بواحد من لي فاريابل. بلغة أخرى احنا راهو في الأخر باش نلقاو الإكس وباش نلقاو الجراج وباش نلقاو الزد،
باش نلقاهم اون بون. دونك لوبجيكتيف نتاعنا احنا باش نحلو السيستم هذا، انا اش عندي؟ عندي انه لازمني نلقى الاكس قداش، لازمني نلقى الجريك قداش، ولازمني نلقى الزد زاده قداش. دونك باش تطلع انت الاكس والجريك والزد، لازمك كما نقولوا احنا تضحي بواحد من الفاريابل خارج اون فونكسيون دو الاخرين. دونك وبالتالي الاكس هذايا على خاطر انا كي جيت نطلع فيه في اللينيا الاول ضاع لي جمله واحده طار لي الاكس قاعدي ان ايكال ان في المات، ان ايكال ان صحيح هكا ولا؟ دونك اش باش نعمل باش نجي انا نخلي الجريك كيف ما هي، هي ان موان زان موان دو اكس، الزاد باش تقعد هي بيدا ان بلوس اكس، والاكس هذا كوتيكال باش يقعد هو اكس هو بيدو. دونك ديما نقولو كي عندك فاريابل في السيستم خليه ايكال على ايمان، بيان سور افيك اكس ابارتيان ا ار، سي ان نومبر كي ابارتيان ا ار، وبالتالي هذه هي السوليسيون نتاع السيستم اس. فوالا هذا كان الاكسرسيس اليوم. Exercice 2, قال لي سوا F est une application linéaire de R3 vers R3. Donc, attends, une fonction F, c'est une application linéaire qui définit de l'ensemble de départ R3, R3 vers l'ensemble d'arrivée, le kif kif R3. شنو هذا الانسومبل دو ديبار والانسومبل داريفي؟ يقصد به الانسومبل دو ديبار يعني قداش فيها من فاريابل، فيها فاريابل اكس جريد وزاد خاطر هكا ار 3 اسوسي ا قداش من فونكسيون، فونكسيون هذه الاولى جريد بلس دو زاد، جريد بلس دو زاد فيربول دو اكس بلس جريد فيربول موان اكس بلس زاد، دونك اسوسي ا 3 فونكسيون. دونك هذه الانسومبل دو ديبار يقصد يعني بلغة أخرى قداش موجودة من فونكسيون، ها هيك موجودة فونكسيون اثنين ثلاثة، والانسومبل دو ديبار هذايا تروا هذا شو يقصد بيه؟ يقصد بيه إنه فما فاكتور فيه تروا فاريابل اللي هما إكس وجريك وزد، تقولوا بيه؟ بعد الشرط الثاني قال كونسيدير بي، بي سي تين باز دو لا باز كانونيك، هي سي تان انسومبل دو لا باز كانونيك أو أن فاكتور أو دو وفاكتور أو تروا. وفي الباز كانونيك E1 E2 E3 E1 ستادير خاطرها من كل متابعين لباز كانونيك R3 هذا، يعني E1 شنو هو 1 0 0، ال E2 هو 0 1 0، وال E3 هو 0 0 1، ديجا هو هاكا كاتبهم لك لباز كانونيك R3. اجا قال لي اول سؤال، قال لي كالكيلي F دو E1 F دو E2 F دو E3. دونك انا باش نمشي نحسب بشوية بشوية شنيا هاد اف دو او ان و اف دو او دو اف دو او تروا، باش نسهل عليك الاكزرسيس. اول حاجة اش لازمك تعمل؟ لازمك ترجع اسهل حاجة. بون هو جاني باب قالي دوني لا ماتريس ا، لكن هاد نحسبو احنا اف دو او ان. الاف دو او ان هي شنيا؟ يعني شنيا ليماج نتاع الفكتور او ان اللي هو هذا، شنيا ليماج نتاعو؟ دونك ليماج نتاع او ان باش تكون لي هي 0 2 اي موان زان، مي جبتها من سيور لي. بلغة أخرى احنا مو عندنا تروا فاريابل ولا اكس و جريك و زد، اسكو عندي الاكس لهنا؟ ما عنديش. دونك كي ما عندكش شنو تعمل؟ باش تحطو 0 والاكس لهنا فاش مضروب؟ مضروب في 2 حطيت في 2، والإكس هنا فاش مضروب؟ مضروب في موان زان، دونك هذه هي إف دو موان زان، إف دو أو أن، إف دو لاباز كانونيك لولانية. بلغة أخرى باش تمشي أنت تضرب لي فونكسيون هذوما كلها فك الفاكتور اللول 1 0 0، دونك عطاتني هذي. باهي توا إف دو أو دو ظهر لي فهمتوني كيفاش باش نطلعها، باش نمشي نخزر توا للجراف، دونك الفاكتور الثاني بليتو إف دو أو دو، الجراف لهنا فاش مضروبة هي في الأ، الجراف لهنا فاش مضروبة كيف كيف في الأ، والجريج لهنا ما عنديش دونك باش نعطيها زيرو. توا اف دو او 3 او 3 اكوا تيكال، نمشي توا نخسر الزاد، الزاد مضروب في 2 دونك هنا 2، لهنا الزاد ما عنديش باش نعطيه زيرو، ولهنا الزاد موجود مضروب في الان دونك باش نعطيها هكا 2 0 1. هذا هو كيفاش نجاوب على السؤال الاول. من بعد السؤال الثاني قال لي دوني لا ماتريس ا دو اف دون لا باز بي، دونك بلغة اخرى
بور باش نمشي نخرج انا الماتريس نتاع ا هي بيدا الحكايه دونك كيف كيف باش تمشي تشوف الاكس هنا زيرو عندي الاكس هنا مضروبه في الدو وهنا مضروبه في الموزان الجريد بلوتو اكس سامحني اون فيرتيكال هذا اون فيكتور نحط سامحني دونك زيرو دو اي موانس ان الجريد هنا موجوده ان هنا موجوده ان وهنا ما عنديش دونك نعطيها زيرو الزاد عندي لهنا دو وعندي لهنا زيرو ما عنديش دونك لهنا ان وبالتالي كان تلاحظوا هذه هي الفيكتور الاولاني هذا راهو ماهو الا اف دو او ان هاك هو بيك زيرو دو موانس ان وهذا راهو اف دو او دو وهذا راهو اف دو او تروا دينا هكا كاش نطلعو لا ماتريس بي توازيام كيستيون قالي اون ديدوير لو رون دو ا اي دوني ان باز دو ايماج دو اف بما انو انا السيستيم هذيا ولا الفونكسيون هذيا اف رديتها للماتريس ا والماتريس ا هذي نجم نحسب لها الديترمينون تاعها هكا ولا وكان تلاحظ ان الديترمينون تاع الماتريس هذايا ايكال زيرو كيفاش عرفت مسيو خاطر كان تلاحظ انت اللينير لول اكوا تيكال هو تو سامبلومون هو لينير دو بلس دو لينير تروا بس لينير دو زيرو بلس دو تعطيني دو تو ان بلس زيرو تعطيني ان هاكا في لينير ان تو دو بلس موان دو باش تعطيني زيرو وبالتالي الديترمينون ثم كولينياريتي اونتر لي لينير دونك ديترمينون دو ا ايكال زيرو باه واحنا اش نفهمو ولا اش نعرفو كيفاش نطلعو الرون الرون دي ماتريس هي القاعدة اش تقول لك راه توجور الي انفيريور ايكال على الديمونسيون تاع الماتريس ديمونسيون تاع الماتريس 3 3 والا هات نعوضوها هذيا خير بكتيبة هكا ديما الرون دو لا ماتريس ا هي انفيريور ايكال على المينيموم ما بين لو نومبر دو لينيا اي لو نومبر دو كولون وحنا النومبر دو لينيا دو كولون هو 3 3 بلغة اخرى انا كان نجي نترجم الكلام هذايا نقول راه الرون ار جي دو ا انفيريور ايكال 3 خاطر شكون الاصغر ما بين 3 3 هي 3 اش معناه يعني الرون تاع ا يا اما ايكال 3 يا اما ايكال 2 يا اما ايكال 1 دونك اول حاجة انا باش نمشي نتستي على 3 كيفاش نتستي على 3 نمشي نحسب الديترمينون تاع الماتريس الديترمينون كي حسبتها الور دو 3 3 لقيتها صفر وبالتالي نستنتج ان الرون تاع ا ماهوش 3 اللي هو اصغر من من 3 دونك ديترمينون دو ا ايكال 0 دونك اوتوماتيكمون الرون دو ا ستريكتومون انفيريور 3 اش قاعد لي قاعد لي 2 ومن بعد نتسي على 1 هاد اول حاجه نتسي على 2 دونك باش تستي انت على 2 باش ترجع للماتريس هذه وتخرج منها تو لي سو ماتريس بوسيبل دور دور دو وتحسب لها من ديترمينون لو كان لقيت واحد بركة ديفيرون دو زيرو ديريكت راه الرون تاع الماتريس ايكال دو لكن كان خرجت تو لي سو ماتريس وحسبت لهم الديترمينون الكل ولقيتهم الكل صفر في الحالة هذه تستنتج انه الرون ايكال ا لكن هيك او احنا مثلا خرج السو ماتريس هذه دونك انا عندي زيرو ا دو ا نمشي نحسب لها الديترمينون تاعها الديترمينون تاع السو ماتريس هذه هي زيرو موان دو دونك موان دو موان دو ديفيرون دو زيرو وبالتالي نستنتج ان الرون دو ا ايكال دو علاش خاطر كي خرجت سو ماتريس دو 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 لقيتها ديتيرمينون تاعها ديفيرون دو زيرو وبالتالي نقول الرون دو ا ايكال ا دو اي دوني ان باز دو ليماج دو اف دونك لهنا عندنا تيريم تقول لك ديما راهو الديمونسيون دو ليماج دو اف toujours égal à rang de la matrice rang de A ou احنا rang de A قداش هو 2 donc dimension تاع l'image de F égal à 2 اش معناتها يعني فيها 2 vecteurs والا نجم نقولوا راه l'image de F ça fait partie de R de R هي dimension والا base de l'image de F on passe à la quatrième question قال لي calculer F Donc, quatrième question, f de EA moins 2, E2 plus E3. Mais, il y a un morceau de notre écrit f de EA ou le I ou le f de 2, E2, il y a 1, 1, 0, et on va faire 2.
يعني هذه باش نضرب 2 فوا اف دو او 2 يعني بلغه اخرى جيب الفكتور هذا 2 هذه تولي 2 ال1 هذه تولي 2 و0 فوا 2 تقعد 0 باه والاف دو او 3 هو مريك دونك انا باش نمشي نجمعهم خاطر باش نعمل هكا او 1 موا يعني اوس باش نعمل هكا 0 2 موا 1 هذا الاف دو او 1 موا تو هذا يولي لي هكا 2 2 0 ومن بعد بلوس عندي بلوس لهنا بلوس الاف دو او 3 اللي هو 2 0 1 فوالا دونك انا باش نحسب الاف نتاع هذه الكل اكوا تيكال بلغه اخرى باش نمشي انا 0 الا 2 مع 2 باش يعطيني 0 توا 2 الا 2 مع 0 كيف كيف باش يعطيني 0 موانز 1 موان 0 بلوس 1 كيف كيف باش يعطيني 0 اللي هو اكوا تيكال هذا يتسمى فيكتور نيل دون لونسومبل والا دون R3 سي ان فيكتور نيل. اش معناها؟ اش معناها انا كي نلقى ليماج نتاع لي فيكتور الثلاثة هذوما ايجال زيرو. باهي كان تلاحظ معايا بشوي بشوي الاو ان هذا فيش مضروب؟ مضروب في الان والاو دو فيش مضروب؟ مضروب في الموان دو والاو تروا فيش مضروب؟ مضروب في الان وبالتالي هذه الاف نتاع ليماج هذه اش عطاتني؟ عطاتني زيرو دون ار تروا. ايوا واحنا هوش قال لي هنا بون انا كي باش نجاوب على السؤال بالضبط هذيا كي نجاوب هنا نقول له راه عطاتني قال زيرو دون ار 3 كو بوتون كونكلير جيني قال لي كو بوتون كونكلير انت عندك ايماج نتاع فيكتور عطاتك زيرو دون ار 3 اش معناتها معناتها انه هالفيكتور هذايا 1 2 1 ايتين باز est une base de noyau de F. Allez, خاطر احنا النوايو شنو هو اللي نسميه كير هكا نسبة لكرنيل دو لونجلي كير دو اف دونك احنا الفورميل نتاع كير دو اف اكوا دي بار كير دو اف هي لونسومبل دان فيكتور اي مثلا اكس غريك زد ابارتيان ا ار 3 لهنا ساشون كو اف دو اي لازمها تكون إيجال زيرو دون R3 يعني فكتور ميل في 3 زيليمون F دو U يعني هذا هو ال U اللي حاجتنا به يعني بلغة أخرى أنا ال U اللي عندي هي 1-2-1 شعطتني أعطتني زيرو دون R3 دونك هالفكتور هذا U ستين باز دو نويو دو F هذاك علاش في السانكي الكستيون قالي أون دو دير إن باز دو نويو دو F دونك La base de noyau de F est le vecteur U, il est 1, moins 2, 1. Voilà. Voilà, l'exercice 3, quelle soit la matrice B. On a un tableau B à côté. Donc, 0, 1, 2. 2. On a là 2, 1, 0. On a moins 1, 0 et 1. C'est la matrice B carré de W3. Calculé par la règle de Sarrus. Le polynôme caractéristique PA, P, B de lambda de la matrice B. Donc, polynôme caractéristique, à quoi égal en hash, je vais vous la formule par polynôme caractéristique P, B de lambda égale, c'est la déterminante de la matrice B, moins lambda fois la matrice identité E3. Allez, E3, c'est une matrice, elle est en ordre 3. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, par la règle de Sarrus. باه اش باش تعمل بالضبط هذا سي كيفالون لشنو كيفالون انه انت عندك هذه الساعه كي باش نترجم انا هذه باش تولي لي باش تولي لي ديترمينون تاع شكون تاع دونك عندي باش نجي للديالونال هذا الكل ونطرح منه لامدا دونك زيرو مون لامدا تولي لي مون لامدا عندي لهنا ان وعندي لهنا دو هنا باش تقعد لي دو ان مون لامدا لهنا عندي لهنا زيرو هنا موانز ان زيرو هنا ان ولا لا باه الريك دو سيريس هذا ايش تقول لك؟ تقول لك يا فلان اجي بجنب الماتريس هذه على اليمين لا باش تولي هكا وزيد لو دو بريمي كولون دونك باش تولي لهنا موان لا لهنا دو ولهنا موان زان ومن بعد الكولون الثاني تولي لهنا ان ان موان لا ولهنا زيرو وانت اون فيت تو باش تمشي تحسب لي فورمون نتاع الماتريس هذه الكل باه ريجل دو ساريش تقولك تقولك راهو هاش باش نعمل بالضبط باش تجي انت وانت تلقى دياجونال
كومبوزي دو تروا زيليمون تكتبوا دونك اكواتيكا هي ليليمون الاولاني شنو هذا الدياغونال تضربوا في بعضه هكا يعني موان لامدا فوا ان موان لامدا فوا ان موان لامدا هذايا ليليمون لو بلوس نتعدى وين نلقى الدياغونال الثانية هاو كي اللي يتكون منهم ثلاثة دونك ان فوا زيرو فوا موان زان ان فوا زيرو فوا موان زان بلوس كيف كيف هذا الثالث الدياغونال الثالث دو فوا دو فوا زيرو دونك دو فوا دو فوا زيرو فوالا نسكروا لا كولاد لو بعد نعمل موان موان شنو توا نمشي نقلب الآية شنو هي باش نمشي توا نخسر هكا يعني الديريكسيون تولي هكا فوالا كيف كيف وين في كل ما نلقى ثلاثة تروا كوفيسيون يعني هذا في هذا في هذا دونك لولين موان زان فوا ان موان لامدا فوا دو فوالا بلوس عندي لهنا زاد زيرو فوا زيرو فوا لامدا موان لامدا دونك زيرو فوا زيرو فوا موان لامدا بلوس ان موان لامدا فوا دو فوا ان دونك ان موان لامدا فوا دو فوا ان فوالا نسكر لاكولاد نسكر البارونتيز الكبير هذا الكل فوالا توا هيك نمشي نضرب على روح هذا ما فوا زيرو باش يعطيني صفر هذا كيف كيف فوا زيرو باش يعطيني صفر هذا كيف كيف باش يعطيني صفر دونك اش نقعد تقعد لي موان لامدا فاكتور دو ان موان لامدا فاكتور دو ان موان لامدا هذا كله قاعد يكمل هنا باهي هنا عندي رد بالك هنا عندك سيني موان دونك انت عندك لهنا موان زان فوا دو توا ديري موان دو نورمالمون موان دو فوا ان موان لامدا هذا زيرو لهنا عندي ان موان لامدا فوا دو فوا ان تقعد لي بلوس دو فاكتور دو ان موان لامدا باهي دونك انت عندك هذا كان تفككها تولي لي موان دو بلوس دو لامدا بلوس دو موان دو لامدا دو لامدا موان دو لامدا تيرو دو موان دو تير دونك هذا كل عطاني صفر دونك اش قاعد لي تو دونك احنا ديما نحسب البولينوم كاركتيرستيك دو بي بي دو لامدا وبالتالي البولينوم كاركتيرستيك هو راهو حقيقة شنو بالضبط هو راهو باش تحول انت الماتريس نتاعك سو فورم دو بولينوم بلغة اخرى بولينوم كاركتيرستيك باش ترد انت الماتريس سو فورم دو بولينوم جزئيات مضروبين في بعضها وعلاش عملت ثلاثة كوسكو هي ماتريس ديمونسيون تاعها تروا تروا دونك لازمك تردها ان فونكسيون دو تروا بولينوم بولينوم الاول في البولينوم الثاني في البولينوم الثالث ولازمك تلقاها نقول ان فونكسيون دو لامدا علاش ان فونكسيون دو لامدا خاطر انا لهنا حطيت لامدا اهو موان لامدا اي وبالتالي كان تاحت اهو ديجا حاضرين هذا البولينوم الاول هذا البولينوم الثاني هذا البولينوم الثالث هذا هو البولينوم كاركتيرستيك دو سيت ماتريس باهي هات نرجع توا لينونسي نشوفو لينونسي شنو عطاني قال لي بعد شنو قال لي قال لي كالكيلي بي دو ان يعني بلغة اخرى باش نمشي نعوض اللامدا لهنا بال ان دونك نعاود انا نجيب دونك بي دو بي دو لامدا ايكالا موان لامدا فاكتور دو ان موان لامدا فاكتور دو ان موان لامدا كيما تنجم تخدم على زوج بوسك كيف كيف تنجم تكتب هنا فو كاري ناحية واحد منها لي احسب لي ولا كالكيلي بي دو بي دو ان يعني اللامدا باش نعوضها بال ان شتولي تولي هنا موان زان فاكتور دو ان موان ان فاكتور دو ان موان ان بون انا عندي الان هذايا موان ان يعطيني صفر هذا ان موان ان يعطيني صفر دونك موان زان فوا زيرو شنو يعطيني باش يعطيني زيرو فوالا شنو تستنتج هنا تستنتج ان الان هذايا سي تان اليمون والا سي تان فالور بروبر دو بي دو سيت ماتريس علاش خاطر احنا لي فالور بروبر كيفاش نطلعهم نطلعوهم وقت اللي نحط البوليمون كاركتيرستيك ايكالا زيرو وبما انه انا كي عوضت الان ولقيت زيرو دونك الان صافي بارتي من لي بوليمون ولا من لي فالور بروبر ولا تسماو زاد دي سبيكتر سي تان سبيكتر دو بي باهي جاني من بعد اش قال لي قال لي ديتيرميني لي فالور بروبر دو بي اي لور اوردر دو ملتيبليسيتي دونك انا باش نمشي نحاول نخدم حسب الأسئلة دونك انت كلقيت بي دو بي ايكالا ان بي دو بي ايكالا دو ان ايكالا زيرو تقفل فهمت وانت جاوبت على السؤال الثاني جاني توا مع التروازيام كيستيون
قال لي ديتيرمين لي فالور بروب، لي فالور بروب باش نطلعوها تاع بي. دونك هو تو سامبلومون انك تمشي تحط البولينوم كاركتيرستيك ايجال زيرو، والبولينوم كاركتيرستيك ماشي عاود بلغة أخرى يعني موان لامدا فاكتور دو أن موان لامدا فاكتور دو أن موان لامدا إيجال زيرو. بيسكو أنت عندك تروا برودوي يعني برودوي في برودوي في برودوي يساوي صفر، يعني يا هذا يساوي صفر يا هذا يساوي صفر يا هذا يساوي صفر. دونك هذا يساوي صفر يعني لامدا إيجال زيرو، هذا يساوي صفر يعني لامدا إيجال أن، هذا يساوي صفر يعني لامدا إيجال أن. دونك شنقولو؟ نقولو ألور بي أدمي قداش من فالور بروبر؟ أدمي دو فالور بروبر. علاش؟ خاطر الأن هذايا معاود. دونك دو فالور بروبر، لامدا أن سميه هو زيرو، سي أن فالور بروبر دوردر دو ملتيبليسيتي، دوردر دو ملتيبليسيتي سامبل. إيش معناها سامبل؟ يعني خاطر تعاود مرة واحدة. واللامدا دو إيكال أن كيف كيف سي أن فالور بروبر دوردر دو ملتيبليسيتي توبل. علاش دوبل؟ خاطر تعاود مرتين مريك. هكا باين لي قال ديتيرميني فالور بروب دو بي اي لور اوردر دو ملتيبليسيتي. كاتريام كيستيون. بون قبل تعدى كاتريام كيستيون، انت هاللي فالور بروب هذوما باش تمشي تستوكيهم وحدك وحدك في ماتريس دياغونال تسميها دي، وتحطهم الصغير الكبير في الدياغونال. دونك احنا عندنا الزيرو وعندنا الان وعندنا الان، الباقي كلش باش يكونوا باش يكونوا زيروات زيرو 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 هنا زيرو. هذه ماتريس دي تستوكيها وتخليها اكوتي خاطر نستحقوها من بعد. بيان دونك نتعداو توا الكاتريام كيستيون. ترميني لي سوز اسباس بروبر على فورميل شكون تقول او دو لامدا اي ايجال ا فوا او كيت ايجال لامدا اي فوا او. ايوا وجبتها الاو هذه الساعه. الاو هي نسبة لاسباس، واللامدا اي شنو هي؟ اللامدا اي هاك نسبة للي فالور بروب لو كيتر زيرو ان ان. والاي هذه مسيو افيك يو سي ان فيكتور اكس غريك زد كي ابارتيان ار 3. وشنو هي الا؟ الا هي الماتريس اللي عندنا هنا. بون هو سماها بي، هات نسميها بي كي. دونك باش نمشي نحط هنا في بلاصة الا بي، مي بي هي هاك الماتريس هذيك. هات اول حاجة باش نخدمو او دو زيرو. دونك او دو زيرو تولي فورمي تولي لي بي فوا او كي تيكال زيرو فوا او. دونك انت لهناش باش تعمل، باش تمشي تحط الماتريس نتاعك بي اللي هي زيرو ان دو دو ان زيرو موان ان زيرو ان، نضربها في الفكتور اللي سميتو اكس غريك زد ايكال زيرو فوا اكس غريك زد. دونك نورمالمون باش تعطيني كل زيرو زيرو. انت اول حاجة باش ترد الكريتير ماتريسيال هذه سيستم 0 فوا x 0 1 فوا y تقوى دي y plus 2z plus 2z اكوى دي 0 فوا x هي 0. دونك هنا 2x plus y يقال z 0، عندي لهنا موان x plus z يقال 0. وبالتالي انت تولي تقدم سيستم، السيستم هذا يلزمك تطلع ال x قديش وال y قديش وال z قديش. دونك جينيرالمون انا لهنا z النجم خارجها هي يقال x، خاطر خليت الزيد على اليمين على اليسار وهزيت الموان اكس هكا تتقدر السين نتاعو. الكريك زادا باش نخليها لهنا كريك اكوا تيكال موان دوز اكس. توا نرجع لليمين اللول، نعوض الكريك تاعي بالموان دوز اكس ونعوض الاكس الزيد بالاكس ونشوف واش باش تعطيني هل اللينيا الاولانية. دونك الكريك هو موان دوز اكس بلوس دو والزيد هي اكس ايكال زيرو. دوكو واش عطاتني هذي؟ عطاتني انو زيرو ايكال زيرو. دونك زيرو إيكال زيرو. وأنا لوبجيكتيف نتاعي شنو؟ لوبجيكتيف باش نخرج إكس قداش والكريك قداش والزيد قداش. دونك أنت لهنا الزيد لقيتها إكس، الكريك لقيتها موان دوز إكس، وكيبيع لك فاريابل في السيستم. احنا ما بدينا نعوضو في اللينيا الأولانية هذي باش نلقاو إكس، لكن إكس ضاع لي. دونك والعادة اش تقولك؟ تقولك راهو كيبيع لك فاريابل في السيستم خليه إيكال لويمام. دونك إكس إيكال إكس بيان سور افيك إكس سي تان ريال أبارتيان أ إر. وبالتالي اش نجي نقول؟ نقول راهو او دو زيرو نخرج سكون دان اكريتير ولا كومبينيزون لينيير في الريزلتا لهنا. شكون الفاريابل اللي موجود؟ موجود اكس. دونك سي تان فيكتور دو اكس، فيك دو اكس. فاش مضروب الاكس لهنا هو في ال ا، فاش مضروب لهنا هي موان دو، وفاش مضروبة لهنا هي في ال ا.
Voilà. Ou R, تحسب الديمونسيون. الديمونسيون de E0, je m'en mette à dimension. Il y a un vecteur. Quand je fais un vecteur, on dit un seul vecteur. Donc, dimension de E0 égale à 1. Parfait. Alors, on a fait la même chose. Je vais faire le E de 1. Mais le E de 1, puisqu'il y a un valeur de E Martin, je vais faire la Donc, on a fait la même chose. Je vais E de 1. On a fait le critère. Je vais faire B fois U, qui est égal à 1 fois U. Ou de télé. باش نجي لهنا ونعوض الزيرو هذيا بالان دونك تولي لي ان فوا اي فوالا دونك هات نخدمو هذيا دونك هذيا كولا باش يتبدل فوالا فوالا غنشي لي بلا زيرو دونك هاديك نخليها هادي هادي اش باش تولي تولي ان فوا اكس هي اكس هادي ان فوا اكغيك باش تولي لي اكغيك ان فوا زيد تولي لي زيد دونك انت هنا عندك خدمة اخرى لازمك اول حاجة ترد السيستيم كله ميل باش معناتها ميل يعني كله ايكال ا زيرو الإكس كانت هنا بوزيتيف كنجيبها على اليسار تولي لي موان إكس بلس إكغيك بلس دو زد هنا دوز إكس الإكغيك هاذيا كنجيبها لهاكا تولي لي موان إكغيك وهنا عندي إكغيك دوك عندي دوز إكس إيكال زيرو كيف كيف لهنا موان إكس زد هاذي بوزيتيف كنجيب لهاكا نيجاتيف زد موان زد تولي زيرو وبالتالي خرج عن ليكواسيون هاذيا بين لو الثاني والثالث يعطونا أن إكس إيكال زيرو تمشي تعوض الإكس هنا بزيرو باش تقعد السيستيم كلها x يقال 0 واللي الثاني هي y plus 2z يقال 0 واحنا مطالبين باش نخرج ال x باش نخرج ال y باش نخرج ال z ال x لقيناها 0 ال y نخليها لهنا ونجيب 2z على اليسار على اليمين تولي لي موان 2z وال z يقال 0 دونك الفاريابل اللي موجود في السوليسيون هو z وبالتالي شنو نقول؟ نقول E دو 1 هي فيكتور دو z qui est égal 0 moins 2 a. La dimension de z, e de 1, il y a 1. C'est-à-dire z un seul vecteur. Voilà. Donc, cinquième question, je vais vous dire. Comment est-ce que l'espace propre de d est là? C'est e de 0, c'est e de 1. Mais la dimension de e 0 est 1, la dimension de e 1 est 1 z. Donc, la matrice, j'ai une question 5, قال لي لا ماتريس بي ايتال ديغونالزابل ايوا باش تجاوبوا انت على السؤال هذا اسكو هل بي هذه ديغونالزابل تقول له راهي بي اي ديغونالزابل ديغونالزابل الا سي سولمون سي ما تتوفر وحده من لي تروا كونديسيون هذا شنو ما هاد لي تروا اذا كان توفر برك كيف ما تقعدش يعني تبيري فيها من ثلاثه واحده برك كيف اول حاجه لازم تكون بي اي سيمتريك سيمتريك اش معناتها سيمتريك ماتريس سيمتريك يعني كي نقلب اللينيا نتاعها يولي الكولون تقعد هي بيدها يعني بلغه اخرى بي ايكال ترانسبوزي دو بي به هات نجيو لهنا ونقلبو مثلا باش اللينيا الاولاني هذا باش يولي هو الكولون الاول دونك زيرو ان دو اللينيا الثانية باش يولي هو الكولون الثاني دو ان زيرو اللينيا الثالث هذا باش يولي هو الكولون الثالث موازان زيرو ان est-ce que le B هذه هي B هذه non pas du tout donc هذه ما هيش vérifié هذه c'est pas vérifié donc نتعدي للبروبريتي الثانية البروبريتي الثانية شو يقول لك يقول لك انه B هالماتريس B admet des valeurs propres et des spectres distinct اش معناتها distinct يعني مختلفين ولا واحد فيه معاود لكن احنا لقينا الان هذايا معاود اهو الان هذايا لقيناها دوبل لورد دو ملتيبليسيتي نتاعو دوبل زاد كيف كيف البروبريتي الثانية ني با فيريفي هات تو فيريفي البروبريتي الثالثة شطول تقول اللي لازم لورد دو ملتيبليسيتي دي فالور بروبر لازمها تكون قد الديمونسيون نتاع السوز سباس بروبر والا في مرات اخرى انا نكتب شنو نكتب نكتب ان الديمونسيون تاع فالور بروبر قد الديمونسيون نتاع السوز سباس بروبر به احنا هيك نفهموا الحكايه هذه شنو هي بالضبط انا لورد دو ملتيبليسيتي نتاع الزيرو قداش مش قلنا سامبل خاطر يتعاود مره واحده دونك وكي حسبت انا السوز سباس بروبر والديمونسيون نتاعو زاد ان دونك هذيك كيف كيف يعني في الزيرو لورد دو ملتيبليسيتي قد الديمونسيون تاع سو سباس بروبر لكن الان هذاك فالور بروبر مش لورد دو ملتيبليسيتي تاع دوبل لكن انا كي حسبت لو سباس بروبر نلقى الديمونسيون تاعه نورمالمون نلقاها 2 باش نقول راهي دياغوناليزابل لكن هنا لقيتها 1 وبالتالي
il y a une différence ما بين هادوما دونك هاد لورد دو مولتيبليسيتي نتاع لي فالور بروبر خاصة الان ماهوش هو بي دو ديمونسيون تاع سو سباس بروبر وبالتالي شنو نقول نقول اللي بي ني با دياغوناليزاتور ما نجمش ندياغوناليزاه بي ني با دياغوناليزاتور مرسي كان هذا اكزرسيس صلحناه ان شاء الله نشوفوكم في دي فيديو اخرى الى اللقاء